سلام، معكم أخوكم جلال. أنا بحمد الله خذيت الجرعة الأولى من الفاكسان، ونصيحتي لكم بسيطة. راكم تشوفوا في العدد راه تاع لي كونتاميناسيون راه كل يوم يزيد، معناها رانا في حالة خطر، وكاين كثير منا ما همش واعين. ربي يجيب الخير إن شاء الله. أنا ننصحكم باش ديروا الفاكسان، الحاجة الوحيدة اللي تسلكنا من لا ريسبيراسيون ارتيفيسيال ومن الريانيماسيون الإنعاش هو الفاكسان. دونك اللي عندهم خاصة الأمراض مزمنة ماذا بنا ديروا الفاكسان. الانستيتيسيون كامل، المستشفيات، البوليكلينيك، وحتى بعض المساجد الكبار راهم يستقبلوا في الناس باش يديروا الفاكسان. اللهم ارفع عنا هذا البلاء إن شاء الله يا رب العالمين. ما تنساوش الفاكسان سي تري تري امبورطون. سلام. بالتلقيح ضد كوفيد 19 تحافظون على حياتكم وحياة أقاربكم.